الإسلامية لأجل سلامتكم وسلامة غيركم. المرجو عدم تبادل التحايا باليدين، تعقيم القدمين وتعقيم اليدين واستبدال الكمامة. هناك نقطتين. الدخول إلى مركز الاتحاد فرادى إلزامية استئناف. المرجو الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتكم وسلامة غيركم. تعقيم اليدين وتعقيم الكمامة. قام السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بالسيد نور الدين أعبو عامل صاحب الجلالة على عملة إقليم برشيد والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورؤساء المصالح بالجهة والإقليم، وذلك بعد زوال يومه الجمعة 3 يوليوز 2020 بزيارة تفقدية لمركز للامتحانات بالثانوية التأهيلية الجنرال الكتاني بمدينة برشيد، حيث من خلال هذه الزيارة وقف السيد الوزير على كل الإجراءات والتدابير المتخذة لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما تلقى السيد الوزير شروحات وإحصائيات من طرف سعيد حيان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حول البكالوريا ببرشيد، من حيث عدد المترشحين وطريقة توزيعهم على مراكز للامتحان. وفي ختام هذه الزيارة نوه السيد الوزير بالمجهودات المبذولة المتمثلة في التدابير الوقائية الصحية المتخذة حفاظا على صحة وسلامة المترشحين والإداريين والأطر التربوية. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.